بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراقي. النهاردة حبايبي هقدم لكم طريقة عمل سلطة الطحينة بالزبادي. طريقتها سهلة جدا وبسيطة وأتمنى إن أنتوا تتابعوا معايا الفيديو للآخر حبايبي، لأن الوصفة جميلة جدا. نشوف مع بعض حبايبي هنحتاج لإيه. هنحتاج لفنجان ونص كده صغيرين من الطحينة، ممكن تعايرب الفنجان اللي هو الصغير بتاع القهوة. هنحتاج برضو 2 فنجان، برضو نفس الفنجان هتعايري بيه زبادي. هنحتاج لبطاطساية كده تكون مسلوقة، وبطاطساية واحدة. هنحتاج لنص نص قرن فلفل أخضر كده رومي. هنحتاج لعود بصل كده اخضر يكون يعني يكون متقطع. هنحتاج لملح برضو على حسب الرغبة، وهنحتاج لرشة فلفل اسمر ورشة كمون ورشة شطة. دي كده حبايبي المكونات ايه كده معايا. نشوف بقى الطريقة. هنبدأ حبايبي، يعني هتضربي كل المكونات كده في الخلاط ما عدا الفلفل الرومي والبصل الاخضر، هتضربيهم مع بعض كويس لحد يعني ما يبقى الخليط معاكي ايه ناعم. بعد ما تضربي المكونات كلها في الخلاط كده اهوت، بتحطيها بقى في قلب طبق، وبتبداي اللي انت هتضيفي عليها يعني الفلفل الرومي اللي انت تكوني مقطعاه كده صغيره، والبصل الاخضر، وبتقلبيهم مع بعض، وبعد كده بتقدميهم وبالف هنا. دي طريقه سهله جدا وبسيطه لعمل سلطه الطحينه بالزبادي، ويعني طريقه جميله جدا، واتمنى ان انتوا تجربوها. يا ريت حبايبي كده اللي لسه متابعيني لاول مره، فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم والقناه عجبتكم وبتستفادوا منها، يا ريت ان انتوا تدعموني كده حبايبي بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا جرس عشان يوصل لكم فيديوهاتي وكل جديد اللي بقدمه في القناه اول باول. كان معاكم حنان الوراقي ومنى وفتحي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.